مجلس النواب يعرب عن رفضه واستيائه من قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر. الرئيس الأوكراني يدعو أوروبا لتجنب الانقسام وخفض سعر النفط الروسي. اتفاق بين فرنسا وألمانيا لتبادل الدعم في إمدادات الطاقة، 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل حيال القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر. وأكد مجلس النواب في بيان له أن قرار البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر. كما أشار مجلس النواب إلى أن هذا القرار جاء مخيبا للآمال ومدللا على إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر. We'll be right back.
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا اجتماعا من أجل الاتفاق على قضايا المحور المجتمعي للحوار الوطني، فضلا عن احتمالية الاستقرار على المواعيد الرسمية لانطلاق جلسات الحوار وأسماء المشاركين به. وخلال الاجتماع الأخير للحوار الوطني تم الاستقرار على قضايا المحور الاقتصادي، كما تم ضم عدد من القضايا الرئيسية بالمحور مع بعضها البعض وترتيبها وفقا للإطار المنهجي لها، وذلك من أجل تحديد أولويات المناقشات عند بدء جلسات الحوار. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر الفريق ديموكريتوس زيفاركيس قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفعاليات التدريب المشترك ميدوزا 12. تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجالات التعاون العسكرية وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية المختلفة. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق العلاقات والروابط التاريخية لكلا البلدين الصديقين، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع، شاركت الوزارة الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل. وقامت الداخلية في هذا الإطار بتنظيم زيارات للمدارس ودور رعاية الأيتام وتقديم هدايا للأطفال. في ضوء حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بدورها الإنساني والاجتماعي والذي يتجلى في التواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفالات والمناسبات وفي مقدمة تلك الفئات النشأ، الذي تحرص الوزارة على غرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم. في هذا الإطار وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، حرصت أجهزة وزارة الداخلية على الاحتفال بهذه المناسبة، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من المدارس ومنها مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة. زيارة وزارة الداخلية هي زيارة بنستناها كل سنة، دايما بتيجي بتبعث البهجة والسرور على نفوس أولادنا. إحساسي إحساس صاحب البيت اللي نفسه ضيوفه ما يمشوش من عنده ويفضلوا موجودين في وسط أولادهم، يزرعوا السعادة الموجودة واللي شفناها على وشوشهم النهاردة. أنا مبسوطة إن الضباط جم عندنا ولعبوا معانا وادونا هدايا ويا رب يجوا تاني. مبسوطين بوجودهم هنا وفرحانين ومبسوطين وقعدوا يتكلموا معانا، واحنا يعني بنتمنى ان هم يزورنا كل يوم. زيارات كان لها اثر طيب لدى الاطفال الذين اثنوا على هذا الاهتمام الذي تليه وزاره الداخليه لهم. قطاع كبير من وزاره الداخليه جم يحتفلوا معانا في عيد الطفوله ودخلوا وقدموا هدايا كتير جدا للاولاد وادخلوا عليهم الفرحه. احنا تعودنا دايما ان وزاره الداخليه معانا في الاحتفالات ومعانا في المناسبات، سواء المناسبات الوطنيه او المناسبات العاديه، ده شيء يعني مستمر معانا دايما. يعني انا بجد النهارده فرحان جدا ان ضباط وظابطات من وزاره الداخليه جم واحتفلوا معانا بيوم الطفل العالمي. نفسي لما اكبر ابقى ظابطه واجي احتفل مع الاطفال. قدموا طبعا علينا هدايا وبازل والبومات وحاجات حلوه قوي كده وفرحوا كل الاطفال اللي كانوا قاعدين، وطبعا احنا بنشكرهم كلهم. ونظمت الوزاره زيارات بهذه المناسبه الى دور رعايه الايتام، وهو امر ليس بجديد على وزاره الداخليه التي تولي اطفال هذه الدور رعايه واهتماما خاصا على مدار العام، وتقدم لهم الدعم المعنوي الذي يعمق لديهم روح الولاء والانتماء للوطن. وزارة الداخلية عمرها ما بتنسانا في أي حاجة، إذا كان بطاطين في الشتاء، إذا كان مأكولات، أي حاجة إحنا بنطلبها الصراحة أو محتاجينها هما بيوفوها لنا. وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارات لمستشفيات الأطفال وتقديم هدايا للأطفال من يتلقون العلاج بها، وهو ما يسهم في رفع روحهم المعنوية ويساعدهم على الشفاء. مين حيفرقنا واحنا تملي الايد في الايد، شايفين حلمنا بيقرب والاحلام ما بقتش بعيد، عارفين. كما تم ايفاد قوافل طبيه بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبيه بالوزاره لتوقيع الكشف الطبي على الاطفال وصرف الادويه اللازمه لهم بالمجان. وبهذه المناسبة قام قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأطفال بمستشفيات الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم على مدار 3 أيام. خطوتنا الجاية ومن
مستقبلنا طريقه منين؟ أجيال هتكمل مشوار الأبطال وعلينا العين. وحرصت الوزارة من خلال مديريات الأمن على استقبال الأطفال بالمنشآت الشرطية لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وتعريفهم بالدور الذي يطلع به رجال الشرطة في حماية أمن المواطنين مع تقديم بعض الهدايا لهم. كما تم تنظيم زيارات ترفيهية للأطفال بأندية الشرطة تضمنت عروضاً موسيقية وعروضا للخيالة، وهو ما لاقى استحسان الأطفال. شفنا عروض حلوة قوي، عروض يعني كان في مسدس صوت وكان في ركوب خيل وكان في كلاب وكان في حركات حلوة قوي وعروض حلوة قوي، واتبسطنا جدا ووزعوا علينا هدايا وتصورنا مع كل الضباط اللي هنا، وبشكر الرئيس وبشكر وزارة الداخلية. اتعرفنا على حاجات كتيرة كناش نعرفها وحاجات حلوة كتير واستفدنا منها، يعني استفادة كبيرة جدا. وعلمونا ازاي لما يكون في حريقة نتصل ب 180، وعلمونا ازاي ان احنا نتصرف. كل هذه الاحتفالات مع الأطفال تأتي ترجمة واقعية لاستراتيجية وزارة الداخلية الاجتماعية الحريصة على دعم والتواصل مع كافة فئات المجتمع. احتفال وزارة الداخلية مع الأطفال باليوم العالمي لحقوق الطفل إنما هو ترسيخ للدور الإنساني والاجتماعي للوزارة، والذي تسعى إلى تفعيله في إطار المنظومة الأمنية الشاملة التي تؤكد على أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. كما واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 555 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 859 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 157 طن، وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 668 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 34 طن، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية، من بينها 170 قضية خبز ناقص الوزن و203 قضايا لخبز غير مطابق للمواصفات. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية أننا نمضي معا نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدها. وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه وبينما يحتفل العالم بيوم القضاء على العنف ضد المرأة، نمضي وتمضي مصر بثبات نحو تمكين المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن باعتبارها الدرع الحامي الذي يصون الأمة ومستقبلها. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الأوروبيين إلى البقاء صفا واحدا في مواجهة روسيا وخفض سعر النفط الروسي لأقصى حد ممكن. وفي خطاب عبر الفيديو شدد زيلنسكي على أهمية الاتحاد بين الدول الأوروبية لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا، بما يعنيه ذلك من خدمة للمصالح الأوروبية نفسها. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسن ستالنبرغ بأن الحلف لن يتراجع عن دعم أوكرانيا، وأشار إلى أن فنلندا والسويد ستحضران لاجتماعات للحلف، مؤكدا أهمية الانتهاء من عملية انضمامهما للناتو. وخلال مؤتمر صحفي أعرب ستولتنبرغ عن ترحيبه بعرض ألمانيا تعزيز الدفاعات الجوية لبولندا من خلال شحن بطاريات باتريوت إلى وارسو، لا سيما بعد حدث سقوط أحد الصواريخ على الأراضي البولندية. أنا أرحب بالعرض الألماني بتعزيز الدفاع الجوي في بولندا، وذلك من خلال تعبئة بطاريات الباتريوت إلى بولندا.
وبعد الحادث الكارثي في بولندا الأسبوع المنصرم حيث خسر شخصين حياتهما، تم التطرق كثيرا إلى هذا الموضوع، ونعرف أنه خلال السنوات الماضية عمل الناتو على زيادة وجوده في دول الحليف، ومنذ فبراير أيضا عملنا على زيادة الوحدات العسكرية بالإضافة إلى الجنود في الميدان، كما حصلنا على دفاعات جوية وبحرية إضافية، وذلك يشمل أيضا أنظمة الدفاع الجوية من خلال الطائرات المضادة للصواريخ بالإضافة إلى منظومة جوية كمنظومة باتريوت، فضلا عن أنظمة الدفاعات البحرية. إذن بشكل عام نحن زدنا وجودنا في المنطقة ولا سيما في الحدود الشرقية لتحالفنا. فضلا عن ذلك نعرف أن أحد المسؤولين العسكريين الألمان الكبار يملكون القدرات على تعزيز قدراتنا في على الحدود الشرقية لتحالفنا. أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي التقى رئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لكييف في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية في أوكرانيا. وذكرت الحكومة البريطانية أن كليفرلي أعلن خلال زيارته عن دعم إضافي بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني لصندوق الشراكة من أجل أوكرانيا لإعادة بناء البنية التحتية المحلية الحيوية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزيرة البيئة البريطانية أن المملكة المتحدة ستخصص أيضا 5 ملايين جنيه استرليني للمبادرة التي تقودها أوكرانيا لشحن الحبوب إلى البلدان المعرضة لخطر المجاعة. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى اليوم أمهات الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا. وفي تصريحات له قال بوتين إنه لا يشعر بأي ندم على شن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ووصف الحرب بأنها لحظة فاصلة وقفت فيها روسيا أخيرا في وجه هيمنة غربية. وأدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى مقتل وإصابة 10,000 من الجنود من الجانبين. В этой связи, конечно, хотел бы вспомнить об этом, но прекрасно понимаю, что для вас, так же как для очень многих других женщин России, чьи сыновья находятся в... أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن وصول خبراء من الوكالة إلى جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا لبحث سبل تقديم الدعم والمساعدة للموظفين. وقال غروسي إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا في موقع محطة زابوريجيا للطاقة الذرية منذ بداية سبتمبر الماضي لتقديم الدعم والمساعدة لموظفي المحطة، مشيرا إلى إحراز تقدم ملحوظ في إنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول المحطة. أعلن البنك المركزي الأوروبي أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كورونا والأزمة الأوكرانية. وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين بأن زيادة الأجور ستكون هي المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال السنوات القادمة، وأن التوقعات بعودة التضخم تدريجيا إلى النسبة المستهدفة عند 2% قد تفشل لهذا السبب. وقع المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اتفاقا في برلين حول إجراءات للسماح بالدعم المتبادل بين البلدين ضمن أو من أجل ضمان إمدادات الطاقة. وقال بيان مشترك بين الجانبين إن الاتفاق يتضمن إجراءات ملموسة في هذا الإطار من خلال مساعدة فرنسا لألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما تدعم ألمانيا فرنسا لتأمين إمدادات الكهرباء.
أدلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشهادته في تحقيق علني للدفاع عن استخدامه لقانون نادر ما يتم اللجوء إليه في زمن السلم في البلاد لإجلاء سائقي شاحنات تسببوا بشلل الحركة في العاصمة الكندية أوتاوا. وفي وقت سابق من العام الجاري أثار هذا الإجلاء للسائقين والتجمعات الأخرى في جميع أنحاء كندا أثار تساؤلات في هذا الوقت استنادا إلى قانون إجراءات الطوارئ، وقد أثار هذا بالطبع جدلا كبيرا بشأن الحريات العامة. أعلنت الصين اعتزامها خفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام، بما يفرج عن حوالي 70 مليار دولار من السيولة على المدى الطويل لدعم الاقتصاد الصيني. وأشار بنك الشعب الصيني المركزي إلى أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل بهدف تعزيز عمليات الإقراض داخل اقتصاد البلاد. في العراق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن بلاده تسعى للتأكيد على علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي. واستعرض السوداني خلال استقباله وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. أعلن الجيش الصومالي مقتل 15 عنصرا من تنظيم الشباب الإرهابي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابية في عملية عسكرية نفذها الجيش في مناطق تابعة لإقليم جبيل السفلي بجنوب البلاد. شاركت في هذه العملية قوات خاصة من جهاز الأمن والمخابرات الصومالية بتعاون مع استخبارات دولية، ونجحت القوات المشتركة في استهداف المناطق المحددة للعناصر الإرهابية والقضاء عليهم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء مشددة على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مجموعة من مواقع العمل ومنشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس. تأتي الجولة التفقدية في إطار الاطمئنان على سير العمل والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بترسانة بور توفيق البحرية، علاوة على الوقوف على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي. واطلع رئيس الهيئة على مستجدات أنشطة الترسانة في مجال بناء السفن. وفي كلمته أعرب رئيس الهيئة عن ثقته فيما تتمتع به ترسانة بور توفيق البحرية من مقومات هامة نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من كوادر فنية مدربة، مؤكدا حرص الهيئة على الارتقاء بالمستوى الفني للترسانات التابعة لها من خلال إمدادها بخبرات جديدة. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 4 قوافل طبية مجانية على مدار يومين ضمن مبادرات حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في عدد من التخصصات الطبية. وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل سوف تغطي محافظات الغربية، الجيزة، دمياط والوادي الجديد. وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد نحو 16 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للبتلو، وذلك لصالح 20 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و300 مليون جنيه لأكثر من 41,700 مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس ماشية. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية النصر التابعة لمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، حيث تم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. التثقيف الصحي من الخدمات المهمة اللي بتقدمها القوافل الطبية للمواطنين، ودايما بنتكلم على المواضيع اللي بتهم المواطن وبتمس حياته اليومية. مشكلة زي مشكلة مثلا مرض شلل الأطفال، بفضل الله مصر خالية من شلل الأطفال من 2006. احنا النهاردة بنتكلم عن حملة تطعيم شلل الأطفال، في حملة في 11/12 إن شاء الله لمدة 4 أيام. بنتكلم مع المرضى المترددين عن أهمية تطعيم مرض شلل الأطفال، تطعيم الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات. القوافل العلاجية بتقدم خدمة العيادات التخصصية، عندنا النهاردة 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا المعمل وعندنا الأشعة العادية والأشعة الصنار، وعندنا الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات الموجودة. القافلة بتستمر لمدة 3 أيام، أول يوم منهم بيبقى إعداد، واليومين التانيين بيقدم فيهم الخدمة، وبتتميز بمجانيتها تماما. احنا مسؤولين ان احنا بندخل تذكرة المواطن بعد ما يتم الانتهاء عليه من الكشف، وان هو يكون صرف العلاج، ولو كان مكتوب له تحاليل ان هو طلعت النتيجة بتاعته، ولو كان في اشعة برضو خلاص طلعت له اخدها. احنا بنقوم ان احنا بندخل كل الداتا اللي موجودة في تذكرة المريض، ابتداء من رقم التذكرة واسم المريض والعلامات الحيوية، وبندخل التشخيص اللي الدكتور كاتبه له، وبندخله لو كان عمل تحاليل، ولو كان اتعمل له برضو أشعة. فاز المنتخب السنغالي على نظيره القطري ب3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الثانية من المجموعات الأولى بكأس العالم 2022. أحرز أهداف السنغال كل من بولاي ديا وفارما ديديو وبامبا ديانغ ليحيي منتخب أسود أماله بالتأهل لدور 16 بعد حصده النقاط الثلاث، فيما ودع المنتخب القطري البطولة بخسارته الثانية على التوالي. تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره منتخب الإكوادور بهدف لمثل ضمن مواجهات المجموعة الأولى بكأس العالم 2022، ومنح تعادل المنتخبين فرصة تقاسم صدارة المجموعة قبل الجولة الختامية برصيد 4 نقاط. كما فاز المنتخب الإيراني على نظيره الولزي بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم في قطر. وسيطر المنتخب الإيراني على مجريات المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي، إلى أن الفوز جاء متأخرا بهدفين في الدقيقتين 8:11 من الوقت بدلا من الضائع، وبذلك اقتنص منتخب إيران أول 3 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب الولزي عند نقطة وحيدة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم العربية والعالمية. Thank you.
ختم النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. مجلس النواب يعرب عن رفضه واستيائه من قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بمصر. الرئيس الأوكراني يدعو أوروبا لتجنب الانقسام وخفض سعر النفط الروسي. اتفاق بين فرنسا وألمانيا لتبادل الدعم في إمدادات الطاقة. ختام نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع دين عبد الكريم. أهلا بك يا دينا، مساء الخير. مساء النور إيمان، مساء النور هبة، مبسوطة أكون معاكم جدا. أهلا لسعداء بيك يا دينا، وأكيد حلقة آخر الأسبوع بيكون ليها واقع وطعم خاص. لا النهاردة هسألكوا سؤال، تشتروا عربية كهرباء؟ يا ريت. مش كده؟ طبعا نتمنى. طبعا حتى وعمر المخرج قلبي، مش كده؟ النهارده هنتكلم عن الموضوع ده، وهنتكلم عن التسهيلات المتاحه والمفتوحه ان الدوله بتشجع السيارات الكهربائيه وايه المعوقات الحاصله، فده موضوعنا الرئيسي النهارده. الى جانب هنكون اول صفوف المشاهدين، مش كده؟ انا بفكر برضه. شكرا جدا هبه. شكرا لك يا دينا، وشكرا كل فريق نشره التاسعه. نبدا مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعه.